قريبين من الصوره بشكل اكبر. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كواليسك يا شريف، قول لنا النهارده ايه اللي حصل في تدريب الاهلي وحضور الكابتن محمود الخطيب، ومن جانب حضور الكابتن محمود الخطيب بالتحديد ده امر مهم واحنا هنستفيد في الحديث عنه شويه، اتفضل. خليني اقول لك ان التمرين كان الساعه 11 صباحا طبعا استعدادا لمباراه بلاتينيوم يوم السبت المقبل، اللي اتمنى باذن الله يكون الفوز والتوفيق من حليف النادي الاهلي. مفيش اجمل ومفيش احسن من تكون موجود في التمرين ويحضروا الاسطوره، اسطوره مصر طبعا الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب، لتحفيز اللاعبين لرفع روحهم المعنويه قبل مباراه افريقيا. يمكن المطلب اللي الجماهير بتطلبه على طول من لاعبي النادي الاهلي من الجهاز الفني من مجلس الاداره هو الحصول على اللقب الافريقي الغالي. النهارده اللاعبين يمكن استقبلوا استقبال حافل ومفرح جدا لرئيس النادي الاهلي طبعا الكبير الكابتن محمود الخطيب، اللي عقد معاهم جلسه وحفزهم فيها عن الفتره المقبله وطلبهم طبعا بالحصول على بطوله افريقيا. ويمكن عقد جلسه مع مستر فايلر سريعه وعقد جلسه طويله طبعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، الله اعلم ايه اللي دار في هذه الجلسه، ولكن من النظره الاولى لهذه الجلسه كانت الابتسامه على طول ما بين الكابتن الكبير طبعا الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ، واللاعبين النادي الاهلي بعد انتهاء المران كانوا حريصين يروحوا كلهم واحد واحد يسلم على الكابتن محمود الخطيب اللي استمر طيله المران كله اللي استمر حوالي ساعتين الا او ساعه ونص بالتحديد. يعني يمكن الكابتن الخطيب اول عمل يوم عمل لي رسمي طبعا بعد الرجوع من فرنسا اللي فنان ألف مليون سلامة وبنقول له الحمد لله على السلامة يكون مع لاعبي النادي الأهلي. خليني أقول لك بقى التمرين مستر فايلر بدأ عمل محاضرة حوالي خمس دقائق اتكلم فيها عن مباراة بلاتينيوم وطلب اللاعبين بالفوز، طلب اللاعبين بلغه الكره بتخليص المباراه بدري جدا باحراز هدف مبكر علشان يقدر يخلصوا المباراه ويسهلوا مباراه للاعيبه النادي الاهلي، وكلمهم على شكل الاداء على تنفيذ تعليماته علشان خاطر يكون الفوز من نصيب لاعبي النادي الاهلي. كابتن احمد سليمان محلل الاداء عمل يمكن فيديو قصير لفريق بلاتينيوم، فعلا فايلر اتفرج عليه ولاعيبي النادي الاهلي هيشوفوه باذن الله في تمرين غد بكره. التمرين هتكون طبعا الرابعه عصرا مفتوحه للاعلاميين حوالي ربع ساعه طبقا للوائح الاتحاد الافريقي. يمكن تمرين النهارده كان في تكتيك كتير النهارده، يمكن الراجل اشتغل النهارده التمرين الرئيسيه لهذه المباراه فاشتغل التكتيك اللي هيلعب بيه مباراه يوم السبت المقبل في التاسعه مساء. يمكن التاهيل مستمر لرمضان صبحي، رمضان صبحي زي ما انت قلت زميلي امير يمكن بتتكلم في حوالي 10 12 يوم وهيبداوا يعملوا له اشاعه يشوفوا مدى التئام المز، ولكن بطمنك القصه ماشيه ما شاء الله، نمسك الخشب ما شاء الله ماشيه كويس جدا كويس. ماشيه اسرع ما الواحد ممكن كان متخيل، يا رب باذن الله تكمل على كده. هو كريم ميدفيد اللي وحشنا كلنا خلاص بتتكلم في اقل من 10 ايام ويكون مع لاعبي النادي الاهلي، بيعمل الان التمرينات التاهيليه عشان يرفع الحمل البدني بتاعه عشان يقدر يجاري لاعبي النادي الاهلي. محمد محمود يمكن حظه الكويس كان الدكتور اللي اجرى له العمليه في المانيا موجود في الجونه عشان بيقضي عيد الكريسماس طبعا، فمحمد محمود استاذن وراح على طول، الراجل كشف عليه وكلم الدكتور خالد محمود وقال له الحاله مطمئنه، الراجل بينفذ العلاج كويس والحاله الى الان مطمئنه جدا، يستمروا على هذا يعني البرنامج وباذن الله يكون في نتائج سريع نتائج كويسه. حمدي فتحي خلاص يمكن بعد عيد الكريسماس هيسافر الى المانيا علشان خاطر يبدا يشوف التطور العمليه اللي عملها. وخليني اقول لك زميل امير اقف عند الحته دي بالتحديد، حمدي فتحي وعمليه الغضروف، كريم نيدفيد وعمليه الغضروف، ليه اللعيبه في مصر الناس كلها بتساله وبتسالك وبتسال وبتسال ناس كثيره، ليه الغضروف في مصر بيقعد له مثلا ثلاث اربع اسابيع وليه الاهلي لعيبه النادي الاهلي بتقعد بالاربع خمس شهور والست شهور؟ مهم قوي النقطه دي يا شريف، يا ريت توضحها. اتفضل. خليني اقول لك ان النادي الاهلي هنا الغضروف في مصر اللعيب بيشيل الغضروف خالص وبيرجع بعد ثلاث اربع اسابيع وبيلعب عادي. النادي الاهلي مش بيبص لمصلحته فقط، الاهلي بيبص لمصلحه لاعبي النادي الاهلي، بيبص لصحه وسلامه لاعبي النادي الاهلي. الاهلي ابسط حاجه ليه يعمل عمليه في مصر والغضروف يتشال واللاعب يرجع بعد ثلاث اربع اسابيع ويلعب، ولكن ليها عواقب طبعا، ليها رشح في الركبه، ليها خشونه في الركبه، ليها حاجات كتيره جدا. النادي لو اناني زي ما بيقولوا هيستغل هذه النقطه اللي لعيبه مصر كلها بتعملها، الاهلي بيعمل العكس. الاهلي بيفكر في مصلحه اللاعب. طبعا بيفكر في سلامه لاعب النادي الاهلي من غير مصلحته، فاللعيب بيسافر في المانيا بيعمل بيخيط الغضروف.
الاطباء الالمان حريصين ان الغضروف يفضل زي ما هو في الركبه، ربنا خلقه طبعا، ربنا سبحانه وتعالى خلق الغضروف في الركبه، لازم يبقى ليه دور مهم جدا في الركبه. فلاعيبه النادي الاهلي الدكاتره في المانيا بيخيطوا الغضروف، فعلشان كده بياخد وقت طويل في الرجوع مره اخرى لحد ما الخياطه تلتئم والغضروف يلتئم مره اخرى ويرجع يلعب تاني مره اخرى، فبياخد له شهور. الاهلي هنا في الوقت دوت بيبص لمصلحه اللاعب فقط، مش بيبص لمصلحته هو الشخصيه. فعلشان كده تلاقي لاعبي النادي الاهلي حريصين ان هم يشيلوا كل اللي النادي الاهلي بيعمله معاهم ويفضلوا طول عمرهم لحد الان. اما تيجي سيره النادي الاهلي، اي لاعب يبطل او اي لاعب بيخلص مع النادي الاهلي يفضل يتكلم على النادي الاهلي في سيره على طول كويسه، لان الاهلي فعلا بيقف مع لاعبي النادي الاهلي، مش على طول مش بيبص لمصلحته، لا بيبص لمصلحه لاعبي الفريق. زي ما قلت لك تدريبه الحراس قويه جدا النهارده، الاربع حراس الشناوي اكرامي لطفي شوبير تمرينه ولا اروع ولا اقوى. يمكن شريف ما كملش التمرين بعد ما عمل جزء كبير من التمرين، دخل الجيم كمل التمرين في الجيم. بيشتكي من حاجه معينه ولا ايه؟ لا 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 خالص، هو يمكن اجهاد عام ففضل يعمل جلسه في الجيم بدل ما يقف في التقسيمه بتاعت التاكتيك بتاعت مستر فايرل، قال لك يعني يزود الحمل شويه في التمرين. يمكن ما طبعا مع مدرب الحراس مش من دماغه يعني. ربيع النهارده شارك بقوه جدا واعلن جاهزيته لهذا اللقاء الحمد لله. خط الدفاع كله موجود، ايمن اشرف موجود، رامي ربيعه موجود، سعد سمير موجود، ياسر ابراهيم موجود، كل الكل موجود. خط الدفاع الحمد لله كامل متكامل، يا رب باذن الله يدمها كده اهوت ويكملوا في تالق في الفترات المقبله. بكره الاجتماع الفني هيكون الساعه 2 الظهر طبعا في النادي الاهلي. الاجتماع الفني دوت بيتكلموا فيه عن كل حاجه تخص المباراه، الزي، وصول الفريقين، كل حاجه تخص المباراه. في المساء بكره هيكون التمرين الرئيسي لفريق بلاتينيوم، وهيكون من قبلها في مؤتمر صحفي للنادي الاهلي، هيحضره طبعا المدير الفني وكابتن الفريق النادي الاهلي وايضا بلاتينيوم برضه المدير الفني وكابتن الفريق للنادي بلاتينيوم طبعا. كابتن طارق التايب اللاعب الحريف، اللاعب اللي كان على مستوى الشخصي انا مثلا نفسي الاقيه بيلعب في النادي الاهلي طبعا، كلنا كان نفسنا في الحقيقه موجود في النادي الاهلي، ويقابل الكابتن سيد عبد الحفيظ ويطلب مباراه اعتزال للنادي الاهلي يكون طرف فيها امام الفريق الكبير طبعا فريق الهلال السعودي. كابتن سيد رحب جدا وهيعرض الامر على مجلس الاداره، ولكن من الشواهد الأولى بتدل إن في مباراة في القريب العاجل. إمتى لسه طبعا هيتحدد حسب هيتم التنسيق بخصوص موعد هذه المباراة طبقا لمواجهات الفرقتين، يعني سواء الهلال السعودي أو النادي الأهلي يعني. تمام. خليني اقول لك بقى اخيرا زميل امير، يمكن النادي الاهلي في الحته دي شاطر جدا اداريا. النادي الاهلي عنده مدير كوره ما شاء الله نمسك الخشب شاطر جدا، معاه مدير اداري على اعلى مستوى هو الكابتن سمير عادلي. طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سمير عادلي قاعدين من شهر فات بيجهزوا لمباراه زيمبابوي في زيمبابوي، مش هنا هو في زيمبابوي. كويس. على طول كان في اتصالات مع سفيرنا في سفاره طبعا جمهوريه مصر العربيه في دوله زيمبابوي، السفير معالي السفير محمد مصطفى فهمي والكابتن سمير عادلي والكابتن سيد، واتصالات ما بين السفاره المصريه هناك والسفاره زيمبابوي طبعا في جمهوريه مصر العربيه والخارجيه، وتنسيق كامل علشان خاطر المعامله تكون بالمثل، مش بالحب ومش بالكلام، لا بالشغل وبالعرق وبالجهد واتصالات، وفي تنسيق داير من شهر فات ان يستقبلوا الفريق، يستقبلوا فريقنا في مصر، يتمرن تمرين النهارده، بكره يتمرن تمرينه في الاستاد، الاقامه تكون على اعلى مستوى، يكون الحافله موجوده في انتظارهم، كل طلبات الجانب فريق بلاتينيوم يكون متوفر له عشان خاطر تلقى هذه المعامله بالمثل للاعبي النادي الاهلي. الاهلي باذن الله عنده مباراه يوم 5، هيكون سفر كابتن سيد والكابتن سمير هيسبقوا بعثه النادي الاهلي، هتكون يوم 6 على ما اظن، هيسافر الاهلي يوم 7 على ما اظن. انا بكلمك شوف الاهلي شغال على الكلام ده من بدري جدا علشان خاطر ما يبقاش هناك في مشكله تقابل فريق النادي الاهلي فيتحط في موقف فانا لازم اشكر طبعا معالي دوله طبعا السفير محمد مصطفى فهمي سفير مصر في دوله زيمبابوي، وطبعا الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد، وهنا سفاره زيمبابوي على الاتصالات وعلى الحاجات اللي دايره كلها. الجانب ده كله جميل ما تعرفش عنه حاجه، ولكن النادي الاهلي في القصه الاداريه شابو. دي اجواءنا في تمرين الفريق. لو عندك اي استفسار زميل امير انا معاك. لا يعني بشكرك شكرا جزيلا يا شريف، في الحقيقه قلت كل الاخبار وكل الكواليس اللي دايما بيبقى حابب يسمعها جمهور النادي الاهلي زميلنا المميز شريف شعبان.